إذن أعزائي المشاهدين، تغطيتنا متواصلة عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية لأحداث ومستجدات بطولة الاتحاد الرياضية هنا على ملعب الكابتن ماجد. معنا الآن في هذه اللحظات مدرب فريق العندليب الفريق الخاسر في شوط المباراة الثانية، اللي خسر المباراة في الشوط الثاني وخسر المباراة في ضربات الترجيح. نرحب بالكابتن وليد بن معسكر، نرحب بك عبر قناة خالد بازيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بالقناة وارحب بالدورة الطيبة هذه اللي جمعت شباب مكة وخلتهم يلعبوا في الدورة هذه الطيبة. كابتن، ما الصعوبات التي واجهتموها في هذه المباراة؟ والله ما تقول صعوبات، بس الشباب ما كانوا في الفورم اليوم، والله كاتب اننا ننهزم يعني. ما فريق العندليب يخسر المباراه في اخر دقيقه من الوقت الضايع، ما الشيء الذي يدل عليه هذا الحدث؟ والله ما الشباب اطمنوا يمكن على النتيجه، وهذا الشيء اللي خلاهم يتراخوا شويه يعني، ما في اي شيء جديد يعني. ما شكرا لك. العفو.